يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة. دلوقتي انا معاكم كحك العيد دايب، روعه روعه روعه. تمسك الكحكه كده تتكسر منك، رهيبه. هنعملها بمقادير كيلو. انا عملتها بكام معاكم الكحك طبعا، والنهارده هعمله معاكم تاني على مقادير الكيلو بطريقه سهله كده ان شاء الله وسريعه، هتفيدكم جدا. وهقول لكم على نوع سمنه، علشان اذا هنا بالكويت مش متوفر معاكم سمنه بسهوله، البلدي البسمه تقدروا تجيبوا النوع ده، متوفر على طول في اي جمعيه، اي مركز سلطان هتلاقوه ان شاء الله على طول. فده كان قصدي كمان اكتر من الفيديو. يلا شوفوا الفيديو، وان شاء الله اهم حاجه عندي اضغطوا لايك، وانزلوا بسرعه اضغطوا سبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. يا صباح الورد، صباح الحب، صباح السعاده. طب احنا دلوقتي خلاص بقى بس يوم واحد على العيد، كل سنه وانتم طيبين. وفي ممكن ناس كتير ما لسه ما بقوش ولا عملوا كحك العيد. طيب انا النهارده هعمله معاكي بحاجات بسيطه جدا، ويعني في كيلو واحد، اقصد اللي انا اقصده كيلو واحد، تمام. وهوريكم نوع سمنه، لو انت ما عندكيش السمنه اللي انا استعملتها معاكم المره اللي فاتت، السمنه البلدي اللي هي بسمه، او زي ما قلت لكم سمنه بلدي مصريه، استعملي النوع ده برضو، تمام. فانا عشان كده حاطاه بالعلبه عشان اوريكم وتبقوا انتوا عارفين النوع. طيب تمام، خلونا بقى نتكلم دلوقتي عن المقادير المظبوطه. الكيلو طحين هتحطي عليه 650 جرام من السمنه البلدي. 650 ليه؟ علشان خاطر تكون ناعمه الكحكه وجميله كده زي ما شفتوا في بدايه الفيديو، تمسكيها كده تفتت في ايدك. لو انت عايزه تكون ماسكه شويه ناشفه تتقطم، يبقى هتحطي على الكيلو طحين نص كيلو سمنه، لكن 650 افضل. وعندي كوبايه سمسم، معلقه ممسوحه من الخميره، معلقه سكر، ذره ملح، معلقه كبيره كده من ريحه الكحك، و200 مللي من الحليب السائل، او من 200 ل 250 علبه يعني، تمام. تعالوا بقى نشتغل مع بعض. طيب تمام، دلوقتي هتجيبي الجدر بتاعك هتحطي فيه السمنه، تمام. وحاطه هنا في الطاسه كوبايه الحليب علشان تدفى، بس تبقى دافيه ما تبقاش سخنه قوي علشان ما تخربش الخميره بتاعتك. وفي الطبق كده انا حاطه معلقه السكر، وحطيت عليها الحليب، وهحط معلقه من الخميره الممسوحه. خميره النوع ده كويس جدا، استعملوه، تمام. حطيت معلقه من الخميره والسكر، وهنغطيها وهنسيبها كده ايه على جنب. تمام، انا دلوقتي بنزل السمنه تتقطح كويس جدا. دايما الكحك يا جماعه لما يكون عايزينه ناعم جدا بيكون على الحر افضل من البارد. البارد برضه تبقى ناعمه، بس السخن احسن بكتير. طيب دلوقتي سمنتنا خلاص اتقطحت، سخنت كويس جدا. شايفين لما تعمل فقاعات كده هي سخنت كويس خالص. هنبدا نعمل بقى ايه دلوقتي؟ وهي بصوا على النار اهي، النار شغاله. وهي على النار شغاله هتبداي تجيبي كيلو الطحين بتاعك، وخلي بالك، تمام. خلي بالك هي كده اتقدحت كويس جدا. هتقلبي بس الشعلة وهتنزلي، هتنزلي كده واحدة واحدة، خلي بالك عشان وشك بس كده. هنا بقى انا هطفي النار. شايفين؟ شايفين الرغاوي والفقاقع دي؟ هي دي هتخليهولك ناعم جدا. وهتبدأي بصي تقلبي كده، ممتاز كده، تمام. شايفين المنظر انتوا؟ هتغلفي الطحين كله بالسمنه، وبعد كده هتجيبي طاسه تانية تحطي فيها السمسم يتحمر على الناشف، مش محتاجه تحطي له سمنه ولا حاجه. وممكن انت كنت تحطي السمسم على السمنه يتحمر، بعد كده تنزلي بالايه، بالطحين، ماشي. بس يلا احنا دلوقتي هنحمر السمسم لوحده في طاسه تانية. وهنا في على الطحين حطيت معلقه كبيره من ريحه الكحك، وحطيت رشه الملح، ماشي. يلا هتجيبي بقى مقصوصتين كده، مقصوصه اللي هي كبيره بتطلعي بيها البطاطس، ومقصوصه ثانيه، وهتقعدي تبصي في الكحك كده، تفضلي تتعكي عشان هو سخن، فتعملي حركه الايد كانك بتبصي بايدك. بصوا بقى يا بنات الايه التركه دي، السمسم هنا عندي اتحمر اهو، هنزل عليه برشه كده من ايه ريحه الكحك برضو، وهفضل ادمج السمسم اغلفه بريحه الكحك، تمام. قلبي كده على النار، تمام، على نار سخنه كده. انا خلاص اهو النار بصي بقت واطيه، هطفي عليها. شو بقى التركينه دي؟ خلاص حطينا السمسم وحطينا عليه ريحه الكحك، وهنفضل نقلب فيها كده علشان تغلفي كل حبايبات ريحه السمسم بريحه الكحك، تمام. هتاخديها بقى دلوقتي كده وتنزليها هنا.
طب يا بنات دلوقتي بقى تقعدي بقى تبسي بايدك الاثنين ما بين ايديك، يعني تبسي يعني تحطي ما بين ايدك الاثنين وتقي وتدعكي الطحين كويس، او تعملي زي ما انا بعمل بالمقصوصه والمغرفه كده، ده بيكون اسهل بكتير عشان السخونيه ما تحرقش ايدينا. طيب بعد كده بقى بعد ما بس بقى بصوا بس سخن لسه شايفين، هنبدا ان احنا دلوقتي ايه هنغطيه ونسيبه يرتاح لمده ربع ساعة يرتاح من الحرارة، بعد كده ننزل عليه بالخميرة بتاعتنا. تمام، بصوا الخميرة بتاعتنا ما شاء الله بقت عاملة ازاي، مية مية لايك. طب يا بنات دلوقتي بعد ما سيبناها 10 دقايق او ربع ساعة تهدى او يا حتى ساعة بس متغطية اهم حاجة، علشان بصوا هي تعتبر بصوا عجينة اصلا، ان السمنة يعني فيها تبارك الرحمن بصوا عاملة ازاي، من قبل ما نحط مواد سايله بتكون كده كلها سمنه. طيب هتجيبي بقى دلوقتي كوبايه الخميره بتاعتك اللي عملناها مع الحليب اهي، شايفين منظرها؟ هتجيبيها بقى كده تقلبيها بس تقليبه وهتنزلي بيها، وانت بتنزلي بيها هننزل ايه بتدريجي، حطينا نص الكميه وهنلمها. بصي بتلميها كده بايه بتغطيل صوابعك مش بتعجني خلاص، بس اهي اوعوا تكتروا السوائل في الكحك، الكحك لو كترتي السوائل هتخربيه. طيب تمام كده زي ما اشوفه بعد ما بيختفي المادة السايلة هنحط جزء الباقي تاني وهتكملي. خلوا بالكم يا جماعة ما تكتروش السوائل، 200 ملي حلو قوي على كيلو طحين، لان لو كترتي عن كده هتخلي الكحك ينشف ويتحول معاك الفطير. بصي بتجربي بقى كده تختبري، لانها لسه محتاجة شوية هتحطي لها شوية الحليب الاخرانيين وهتلميها، لما تلاقيها ما بتشققش منك كده هي بقت زي الفل. يلا هنجيب الصينية بقى بتاعتنا ونبدأ ان احنا نعمل عليه ده ننقش. طيب هتجيبي بقى الصينية بتاعتك اللي تشتغل فيها على طول، اقفلي زي ما بتحبي بقى التحتية بتاعتك صغنونة كبيرة براحتك. تمام، وهتعملي كوريها كورة صغيرة وبططي عليها كده، بططي عليها شوية كده بصوا جمالها، وهتجيبي المنقش بتاعك اهو وهتيجي اللي هو احلى حاجه طباعه، الحاجات دي انا ماليش ما بحبهاش، يا بشوكه يا بالمنقش. بسم الله الرحمن الرحيم، وهتيجي تعضيها عضه جامده مش كده هوا، لا كده شايفين عضه جامده دي الايه التقليديه، دي النقشه التقليديه اللي الايه القديمه قوي. تمام، دي كده هتمسك فيها السكر وهتبقى جميله جميله جميله، شايفين المنظر؟ بس كده، وهتحطي في الصينيه بتاعتك. طب انا بقى ما بحبش اعمل الحجم ده، هوريكم الحجم بتاعي، بحب الكحكه اللي على البق. اقعدي بقى كده وايه واشتغلي على راحتك. بصوا كده بقى الصغنونه دي الجميله دي اللي انا احبها، اللي تابعني السنه اللي فاتت عارف الكحك بتاعي كان عامل ازاي كده صغننه، وهتيجي برده تنقشيها بقى، نقش مثلا دي كده ريحه الكحك تجيب لاخر الدنيا. تمام، اهي نقشه تانيه صغننه وعسل. طيب هنحط كده جنبنا، هوريكم برضو الشكل التاني اللي بحب اعمله في الكحك قوي بقى، ده بقى يعني دول عشقي. اجيب كده برضو حته صغيره بس كده بتلفيها شويه طويل، وبعد كده تعمليها من النص كده والاطراف، الشكل ده بيبقى لذيذ برضو في الكحك على فكره جدا. وهعمل معاكم برضو فرع الشجره، المهم اللي انا اقصده انت بتدعي فيه، لو عايزه تلوني لوني زي اللي عملته الفيديو اللي قبل كده، بس بيني وبينكم الكحك كده افضل بكتير. بارك الرحمن، زي ما انتوا بقى كده شايفين يا حبايبي ما شاء الله لا اله الا الله، الكيلو عمل الكميه دي. طبعا انا كده بوريكم عشان تبقوا عارفين برضو الكيلو هيطلع معاكم كميه قد ايه ان شاء الله. اعتقد ان هي كميه معقوله مش وحشه، بس طبعا اذا انت هتعملي توزيعات وكده هتحتاجي تعملي كميه اكبر، بس اذا مثلا مختصر على اسرتك في البيت حلو الكيلو فرحي ولادك بس. زي ما انتوا شايفين تبارك الرحمن ما شاء الله لا اله الا الله، عملت جزء فروع وجزء مدور كده. يلا هتسخني بقى فرنك كويس جدا مش هسيبيها،
مش هسيبيه مثلا بالساعات والحوار ده، لا مجرد ما خلصتيه هتشغلي فرنك وبإذن الله هتدخليه على طول إن شاء الله على الصاجة في النص، هيقعد 10 دقايق ويستوي. عايزة تحمري وشه حماري، بتحبي أبيض شوية فاتح خليه، أنا صراحة بحبه متحمر جدا، هوريهولكم إن شاء الله وإحنا في الفرن، ولما يطلع هوريكم شكله. يا بنات ملحوظة مهمة جدا، ما ينفعش تحطوا السكر البودرة أول ما يطلع من الفرن، لازم إضافة السكر باودر بعد ما الكحك يبرد تماما. لما يبرد خالص هتروحي حتى السكر، لان لما بتيجي تحطي السكر بعد ما انتي طالعه من الفرن بيعمل زي طبقه عجين على الكحكه نفسها. يلا نلتقي بعد الفرن. بقى نشوفها كده اهي، تبارك الرحمن، شايفين الكحك بتاعنا ما شاء الله لا اله الا الله. دي انا عاملاها اختبار، حاجه كده بعملها فعامله لها اختبار. بس الكحك بتاعنا بصوا ما شاء الله، بصوا بقى يا بنات الكحك بتاعنا بقى روعه ازاي. انا عملت هنا دوت خليته شويه افتح، وده الغامق لان انا بحبه غامق، تمام؟ بس كده بتسيبيه يهدى، تمام؟ يهدى خالص، بعد ما بيهدى تبداي بقى تجيبي السكر بتاعك وتحطيه في حاجه زي كده عشان يبقى سهل عليكي، او تعملي كده واحده واحده تاخديها وتسكريها كده، اللي انت يريحك اعمليه. بس انا بصراحه بحس ان دي بتنجز معايا جدا، اهي في ثواني هتخلصي كميه الكحك بتاعتك حتى لو 10 كيلو. بصوا بس ايه اهو، عايزه بقى انت تتحكمي، عايزه السكر يكون خفيف كده هتخليه خفيف، لان في ناس ما بيحبوش السكريات تكون كتيره، عايزاه بقى اللي هو تكون زي بتاعنا بقى المتروس سكر بتعمليه. انا بصراحه مش هحط كتير في الصينيه دي عشان الغمقه دي بتاعتي، فانا بحبه بس خفيف على كده، مش بحبها تقيله. ودول بس يبردوا ان شاء الله هحط عليهم السكر. عايزه اوريكم لما تيجي تحطي السكر على السخن، دي لسه طالعه بصي بيبقى معجن عليها، فاخلوا بالكم النقطه دي، اوعوا تحطوا السكر وهو سخن. بس كده، يا رب تكون عجبتكم الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انزلوا بسرعه اضغطوا اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم. بيج لايك لايك لايك. بقى يا بنات احنا ما اختبرناهوش، تعالوا بقى نختبر الكحك بتاعنا، تبارك الرحمن ما شاء الله. بصوا جمال، بصي شايفين، شايفين حركة ايدي، شايفين ازاي مورق وكريم، تبارك الرحمن ما بتتمسكش، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، اروع كحكة ممكن تاخديها.